ينضم إلينا من أم درمان مراسلنا عثمان الجندي. عثمان، ما هو جديد هذه التطورات الميدانية لديك في العاصمة والخرطوم بحري إضافة أيضا إلى أم درمان؟ مرحبا محمد عبيد. الآن الطيران يحلق في سماء العاصمة الخرطوم منذ ساعات الصباح الأولى. واصل الجيش السوداني قصفه لمواقع وارتكازات للدعم السريع خصوصا في مدينة الخرطوم بحري. منذ الأمس الجيش يقصف في مواقع وارتكازات للدعم السريع بهذه المدينة، وكانت هنالك بالأمس عدة أعمدة دخان مرصعدة في مدينة الخرطوم بحري، شمال مدينة الخرطوم بحري ووسط مدينة الخرطوم بحري وشرق مدينة الخرطوم بحري. وما زال القصف متواصل، وكذلك تحليق الطيران متواصل في مدينة الخرطوم بحري، وأيضا طيران قصف اليوم منطقة شرق النيل. طبعا منطقة شرق النيل ومنطقة الخرطوم بحري هي رقعة جغرافية واحدة تقع شرق نهر النيل. منذ الأمس وحتى هذه اللحظة القصف كان مكثف جدا في هذه المنطقة، منطقة شرق النيل ومنطقة الخرطوم بحري. وأيضا القصف أيضا كان طال بعض المواقع للدعم السريع في مدينة الخرطوم، خصوصا جنوب الخرطوم. وأيضا بالأمس كان هناك قصف مدفعي استهدف مواقع وارتكازات للدعم السريع غرب أم درمان، أي منطقة أم بدة تحديدا. كان هنالك أيضا قصف في هذه المنطقة، وكذلك كان هناك قصف بالقرب من جسر الشمبات الذي يربط بين مدينة أم درمان وبين مدينة الخرطوم بحري. حتى هذه اللحظة كما ذكرت طيران الاستطلاع الآن أسمعه بوضوح يحلق في السماء في أم درمان تحديدا، ولكن تحديدا أكثر منطقة يتم منها القصف الصاروخي هي منطقة وادي سيدنا العسكرية التي تقع شمال مدينة أم درمان. هذه المنطقة طبعا منذ أسبوع ايضا تشهد هجمات متبادله ما بين الجيش والدعم السريع. الدعم السريع اصبح يستخدم الطيران المسير لمهاجمه اكبر منطقه عسكريه في السودان هي منطقه وادي سيدنا العسكريه، ولكن مضادات الجيش. نعم. لكن ايضا عثمان هناك تطور على الميدان، وان بان هو الجيش السوداني يقوم بقطع بعض الطرق الرئيسه بين الخرطوم وبعض المدن الأخرى. بالأمس ربما تبعناه، ما الأسباب إلى قطع هذه الطرق الرئيسية التي تربط العاصمة ببعض المدن الحيوية؟ نعم، كما تعلم محمد عبيد، أغلب الإمداد منذ بداية الحرب في 15 أبريل الماضي أغلب الإمداد يأتي لقوات الدعم السريع من اتجاه غرب العاصمة الخرطوم. اتجاه غرب العاصمة الخرطوم تقع بها 8 ولايات، هي ولايات دارفور الخمسة، ولاية وسط دارفور، ولاية شرقي دارفور، ولاية جنوب دارفور، ولاية غربي دارفور، وكذلك ولايات مثل ولاية شمال كردفان، ولاية غربي كردفان، ولاية جنوب كردفان. هذه الولايات تجاور طبعا الخرطوم من الاتجاه الشرقي. هنالك طرق كان يأتي منها الإمداد البشري والإمداد القتالي لقوات الدعم السريع من هذا الاتجاه. لذلك أمس صدر قرار من مجلس الوزراء بإغلاق طريق بارة أم درمان. طريق بارة أم درمان هو يسمى طريق الصادرات، هو طريق يربط مدينة أم درمان أي يربط العاصمة الخرطوم من الاتجاه الغربي مع ولايات غرب السودان. تم إغلاق الطريق، وبعد صدور هذا القرار لمجلس الوزراء أصدر الجيش بيان أعلن فيه أنه سيتصدى لأي عربة أو أي متحرك يمر عبر هذا الطريق، سيكون هدف القوات المسلحة. وهذا القرار في اعتقادي تم حتى يتم قطع الإمداد. وأيضا هنالك أمر مهم جدا، هذا الطريق يصبح طريق تمر به العربات التي تم نهبها وممتلكات المواطنين التي تم نهبها من العاصمة الخرطوم، والبعض يذهب بها إلى ولايات في غرب السودان. أشكرك شكرا جزيلا عثمان. سنتابع معك لاحقا هذه التطورات الميدانية في نشراتنا اللاحقة. أشكرك شكرا جزيلا عثمان الجندي، كنت معنا من أم درمان مراسل القاهرة الإخبارية.